بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يا والاه. مرحبا بجميع عليكم. المتابعين الكرام. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال جهات الدار البيضاء مادة التربية الإسلامية ديال 2023. غادي ندير واحد التصحيح سريع. كاين بعض التلاميذ قالوا بأن هذا الامتحان صعيب، ونشوفوا واش الامتحان صعيب ولا فقط يحتاج إلى قليل من التركيز. إذا غادي نبداو نصحوا بسرعة إن شاء الله باش ما ناخذش بزاف من الوقت ديالكم. عندنا وضعية، نقراو هذه الوضعية. وضعية كتقول لنا: يسعى كل مسلم إلى تزكية نفسه وتطهيرها من كل الموبقات والرذائل، إلا أن فهم سبل التزكية يختلف من شخص لآخر، حيث يرى بعضهم أن تزكية النفس تتحقق بمعرفة الله من خلال النطق بالشهادتين، ولا تشمل الأعمال المرتبطة بمختلف مجالات الحياة، إذ في نظره تبقى عملا شخصيا بما في ذلك علاقة الإنسان بمجتمعه وبيئته وتعامله مع غيره. إذا لو لاحظنا هنا، فالموضوع الرئيسي هو قضية سبل تزكية النفس. نلاحظ هنا أن هذه المسألة اختلفت فيها الآراء. طيب، في حين يرى آخرون، أعتذر عن الصوت البنيات، في حين يرى آخرون أن تزكية النفس تتحقق بتدبر القرآن الكريم والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وتطهير النفس والعمل على إشاعة روح التكافل والتعاون وتمثل قيم السلم والتعايش انطلاقا من شمولية الإسلام عقيدة وشريعة وانسجاما مع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، وما شاع الانحراف إلا نتيجة الفصل بين عقيدة الإسلام وشريعته. طيب، ثم عندنا الآية من سورة الحديد، يقول فيها الله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا السؤال الأول: حدد المشكلة التي تعالجها الوضعية. سبق وأن رأينا هذا السؤال وكيف نجيب عنه. إذا قلنا نلاحظ أن الوضعية تتحدث لنا عن موقفين حول مسألة معينة، اللي هي سبل تزكية النفس وبماذا تتحقق. كل فريق يرى طريقة معينة تؤدي إلى تزكية النفس. هنا الرأي الأول يؤدي إلى شيء معين سنرجع إليه، ثم الرأي الثاني. إذن هنا باختصار غادي نديرو اختلاف الآراء حول سبل تزكية النفس. اختلاف الآراء حول سبل تزكية النفس، أو لا بعبارة أخرى، أي الفريقين على صواب، الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ هكذا نجيب عن السؤال. السؤال الذي بعده: تزكية النفس معناها، ركزوا تعريفها اصطلاحا. إذا اصطلاحا، تزكية النفس كما رأيتم هو معناها تطهيرها أو تخليتها من الصفات القبيحة الذميمة، كمثلا كالشرك والكذب وغيرها من الصفات السيئة، وتحليتها بالصفات الحميدة الحسنة كالتوحيد والإخلاص والصدق إلى غيرها من الصفات. التعايش معناه ممتاز، هناك تعارف من بينها مثلا هو الاستعداد للعيش المشترك مع الآخر رغم الاختلاف الديني والعرق واللون واللغة، بعيدا عن الحرب والعنف إلى غيرها من التعاريف التي تحفظ. إذن هذا مسألة ديال الحفظ. ثم السؤال الذي بعده: قال لنا استخرج من الوضعية الموقفين الواردين فيها بأسلوبك الخاص. بمعنى أنا بأسلوبك الخاص، يعني ماشي تشد هذا الشيء اللي هنا وتكتبه مباشرة، وإنما تصوغه بأسلوبك الخاص. فمثلا يمكن أن نقول، لو رأينا هنا الفقرة الأولى تحدثنا عن الموقف الأول، أو الفقرة الثانية تتحدث لنا عن موقف الفريق الثاني. إذا هنا يمكن أن نقول مثلا الفريق الأول يرى أن تزكية النفس عمل شخصي لا علاقة له بالحياة، وتتحقق بمعرفة الله والنطق بالشهادتين. إذن هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أو الموقف الثاني يرى أن تزكية النفس تتحقق بتدبر القرآن الكريم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هكذا، إذن هكذا يكون جوابنا جواب صحيح. إذن الفريق الأول باختصار هو يرى أن تزكية النفس هي مسألة شخصية لا علاقة لها بشؤون الحياة، في حين أن الفريق الآخر يرى عكس ذلك، أن تزكية النفس لا تتحقق فقط بأنك تنطق الشهادتين، بل لابد أن تتعدى ذلك إلى تطبيق الإسلام معا
عقيده وشريعه. بطبيعه الحال هذا من خلال امتثال اوامر القران واجتناب نواهيه. عندما نقول القران فهنا القران دائما السنه تابعه للقران الكريم. رابعا، تامل السند الاول ثم اجب ثم انجز المطلوب. اذا الالف صوغ مضمونا مناسبا للسند الاول. اذا السند الاول هو الآية، قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. إذا نصوغ لها مضمونا مناسبا. إذا هذه الآية ماذا تبين لنا؟ جيد، إذا ندير بيانه تعالى الغاية من إنزال القرآن الكريم. إذا هذه الآية تجيبنا عن سؤال. لو سئلنا أو سألنا هذا السؤال: لماذا أنزل الله القرآن؟ سيكون الجواب: أنزل الله القرآن لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. طيب، إذا سيكون المضمون هو بيانه تعالى الغاية من إنزال القرآن الكريم. السؤال الذي بعده طبعا الحال هذا عنده علاقة بالقاعدة التجويدية. إذا لا رؤوف الرحيم، شنو هو القاعدة اللي عندنا؟ إذا في هذا السؤال من المفروض أن المصحح عليه أن يقبل عدة إجابات. لاحظوا طبعا الحال الإجابة الواضحة اللي ظاهرة هي قضية ممتاز، اللي هي إدغام التنوين، لأن عندنا رؤوف فيها التنوين وراء حرف الراء، فهذا إدغام كامل بدون غنة. طيب، كاين قاعدة أخرى يجب أن يقبل المصحح. كلمة رحيم فيها مد رحيم فيها مد طبيعي، إذا مد طبيعي هنا. ثم أيضا عندنا مد البدل في كلمة رؤوف لا رؤوف، إذا كل هذه القواعد من المفروض أن يقبلها المصحح. بالنسبة للمد المنفصل عندنا مثال واحد فقط، مد واحد وهو قوله تعالى: عبده آيات. طبيعة الحال هذه كتسمى طبيعة الحال ديال الصلة الكبرى، ولكن يعتبرونها كما يعتبروها نوع من أنواع المد المنفصل. إذا عبده آيات، إذا هذا هو المثال فقط الوحيد اللي كاين عنده علاقة بالمد المنفصل. طيب، موظف المكتسبات كبين المقصود من قوله تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طبيعة الحال غادي نشوفوها من سياق الآية. قال تعالى: هو الذي على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا معناه أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ليخرج الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. إذا هذا سيكون هو الجواب، أو بتعبير قريب من هذا. خامسا، ورد في الوضعية أن تزكية النفس المطلوب من هذا السؤال نعمرها الجدوى بما يناسب. إذا الإنفاق التطوعي الواجب شكلان من أشكال تنظيم علاقة الإنسان بمجتمعه، إملاء الجدوى بما يناسب. إذا هنا نوع الإنفاق، ثم مقصد من مقاصد واحد المقصد من مقاصده الاجتماعية، ثم مقصد من مقاصده الروحية. نفس الشيء بالنسبة للنوع الثاني. إذا بالنسبة لنوع الإنفاق ممكن نديروه هنا، مثلا تقدر دير الهبة، تقدر دير القرض، تقدر دير العارية، تقدر دير الوصية. إذن هذيك الصور ديال الإنفاق التطوعي نديرو مثلا حنا القرض، مقصد من مقاصده الاجتماعية مثلا غادي نديرو تحقيق التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. مقصد من مقاصده الروحية مثلا الشعور بالراحة والسكينة والطمأنينة. طيب، نوع من أنواع الإنفاق الواجب ممكن دير مثلا هنا، لاحظوا هنا تدبير من تدابير العملية يحقق مقاصده، تدبير من التدابير العملية يحقق مقاصده. فبهذه الحالة هنا لاحظتوا هذا العنوان هذا يشير إليكم إلى درس من الدروس اللي هو ممتاز، اللي هو درس الزكاة. إذا هنا من أنواع الإنفاق الواجب ممكن دير الزكاة، ممكن دير غيرها من أنواع الإنفاق الواجب. إذا نديرو مثلا هنا الزكاة لأنها غتكون هي اللي قرينا هنا. إذا نديرو الزكاة، ثم غاية من غاياته الاقتصادية غدير مثلا تنمية المال وإحلال البركة فيه أو توفير فرص الشغل وغير ذلك. ثم أيضا تدبير من التدابير العملية يحقق مقاصده، وندير مثلا مؤسسة الزكاة. إذا هذا هو الجواب. ثم بعد ذلك مستثمرا السنة الثانية، حدد العلاقة بين تزكية النفس والحفاظ على البيئة مع التمثيل بمثالين اثنين. علاقة تزكية النفس والحفاظ على البيئة، لاحظوا هنا شوف تزكية النفس و الحفاظ على البيئة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لاحظنا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. إذن هنا في العلاقة غادي نقولوا إذن بين تزكية النفس والحفاظ على البيئة علاقة وطيدة، لأن من مظاهر تزكية النفس
تحليتها بالصفات الحسنة ومنها الحفاظ على البيئة. إذا قلنا تزكية النفس تكون بتحليتها بتلك الصفات الحسنة، جميع الصفات الحسنة كالصدق كالأمانة كالحياء، كذلك إماطة الأعداء عن الطريق والمحافظة على البيئة والرفق بالحيوان، جميع الصفات الحسنة فهي تدخل في إطار تزكية النفس. طيب، إذا هناك قلنا ومنها الحفاظ على البيئة. إذن بالنسبة للأمثلة، أمثلة مثلا غدير مثلا، وهنا ستستحضرون التوجيهات الإسلامية في التعامل مع البيئة، التوجيهات الإسلامية في التعامل مع البيئة. غندير في المثال الأول مثلا، الإيمان يدعو إلى عدم تلويث الماء والظل والطريق. الإيمان يدعو إلى عدم تلويث الماء والظل والطريق كما رأينا في التوجيهات. ممكن مثلا مثال ثاني، الإيمان يدعو إلى الرفق بالحيوان والإكثار من التشجير. إذن هذه كلها من الأمور التي يدعون إليها الإسلام، وهي عندها علاقة بالحفاظ على البيئة، وبطبيعة الحال هي سلوكات وصفات حسنة، والصفات الحسنة كلها تزكي النفس. سادسا، ورد في الوضعية أن تزكية النفس تتحقق بتمثل أحكام القرآن عقيدة وشريعة وإشاعة روح التكافل والتعاون. إملأ جدول بما يناسب. هنا إما عندنا خانات فيها النص القرآني اللي من سورة الحديد، وهنا خصنا نخرج منه إما القيمة أو الحكم. طيب، هنا وجوب الإيمان بالله، هذا حكم شرعي. الآية الدالة عليه قوله تعالى، ممتاز، قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، يكفي هذا، آمنوا بالله ورسوله. إذا بتكمل الآية مش مشكلة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هنا ممكن إما تدير، إذا بغيتي تخرج القيمة دير الخشوع، أو دير، إذا بغيتي دير الحكم الشرعي دير وجوب الخشوع لذكر الله، وجوب الخشوع لذكر الله، أو دير مباشرة قيمة الخشوع. بالنسبة للمصارعة لفعل الخير، هنا قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طب الحال هذه الآية تدخل ضمن الجزء الثالث بالنسبة للناس اللي عندهم مقرر التربية الإسلامية، واللي عندهم مقرر رائد في التربية الإسلامية فهي آخر آية في الجزء الثاني. ولذلك اللي كيسولوا على واش كاينه الصورة كاملة، ديما تنقولوا راه كاينه الصورة كاملة. سابعا، ما رأيك في من يرى أن تزكية النفس يمكن أن تتحقق بالالتزام بالعقيدة دون الشريعة؟ كي شو عندي يقول لك إلا التزمت غير بالعقيدة فقط فهذا يؤدي إلى تزكية النفس، كما هو صاحب الرأي الأول في الوضعية مع الاستدلال بنص قرآني. إذا غادي نقول لا أتفق، علاش؟ لأن بين العقيدة والشريعة علاقة ترابط وتكامل وانسجام ولا يمكن الفصل بينهما. ومما يدل على هذا الترابط اقتران الإيمان بالعمل الصالح في قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن هذا سيكون الجواب. إذن احنا بينا أن هناك ترابط قوي بين العقيدة وبين الشريعة، ثم جبنا آية مناسبة من سورة الحديد هي قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهذه من الآيات المهمة جدا في سورة الحديد اللي خصنا نركز عليها مزيان. ثامنا، تتحقق تزكية النفس بإشاعة روح التكافل والتعاون والتمثل قيم السلم والتعايش. المطلوب هنا أذكر بندين من بنود وثيقة المؤسسة لقيم السلم والتعايش في وثيقة المدينة. إذا ذوك البنود اللي قريته أذكر لهم فقط جوج، يعني مسألة بسيطة. إذا هنا مثلا غادي نديروا عدم الإكراه في الدين، عدم الإكراه في الدين مثلا، كذلك حرية التنقل داخل وخارج المدينة، إلى غير ذلك من الأمور التي نصت عليها هذه الوثيقة. ثم بعد ذلك نمر إلى السؤال الذي بعده، من وظائف إمارة المؤمنين تحقيق التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، بين ذلك معززا جوابك بمثال. وبالحال هذه من مقاصد وغاية إمارة المؤمنين تحقيقنا التعايش والتعارف وبين مختلف مكونات المجتمع حتى وإن كانوا يختلفون في عدة أمور. إذا هنا غادي نديرو هنا تسعى إمارة المؤمنين إلى تحقيق التعايش بين مختلف مكونات المجتمع وإن كانوا يختلفون في الدين واللغة والعرق. ومثال ذلك، أنا نذكر المثال، ومثال ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من خلال وثيقة المدينة. إذن المثال هنا هو وثيقة المدينة، من خلال وثيقة المدينة التي سمحت لغير المسلمين بالعيش مع المسلمين وضمنت لهم حقوقهم وحددت واجباتهم. جيم، من وسائل ترسيخ قيم السلم والتعايش
الإنفاق في سبيل الله استدل بنص قرآني مناسب من سورة الحديد يشجع المتصدقين على الإنفاق. لو عدة آيات ممكن نديرها فيها تشجيع على الإنفاق، مثلا ممكن ندير مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، هذه آية. أو يمكن مثلا ندير طبيعة الحال أنا لست مطالب بالشكل، أو يمكن ندير مثلا فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أو ممكن ندير مثلا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إذا هذه كلها أي وحدة التي فيها الآيات فالجواب يكون جواب إن شاء الله صحيح. تاسعا مستعين بما اكتسبت من الوصايا صلى الله عليه وسلم، حدد موقفك من الموقف الثاني في الوضعية مع التعليم. طبيعة الحال الموقف الثاني هو الذي يقول لنا هذا الرأي، يقول لنا بأن تزكية النفس تحصل بتدبر القرآن الكريم والامتثال لأوامره إلى غير ذلك. إذن بمعنى أن نطبق الإسلام كله شريعة وعقيدة كي تتزكى أنفسنا. طبيعة الحال هذا موقف سليم، يعني هذا يتوافق مع ما رأيناه في الدرس. إذا هنا غادي نديرو أتفق مع الموقف الثاني لأن تزكية النفس تتحقق بالالتزام بالإسلام في شموليته عقيدة وشريعة. ومما يدل ذلك هنا غادي نعلو هذا الشيء ديال النبي بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك طبيعة الحال الحديث ديال الوصايا التسعة. إذا ومما يدل على ذلك وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التي شملت مختلف جوانب حياة المسلم، من ذلك حق الله تعالى بالتوحيد وحفاظ على الصلاة، وحق النفس بالابتعاد عن الخمر لما فيها من مضار، وحق الأمة بالثبات عند مواجهة العدو وعدم الفرار، وكذلك حق الوالدين بالبر والإحسان، وحق الأهل بحسن المعاملة والتربية على طاعة الله عز وجل. إذا لاحظنا فامتحان ليس صعبا، يعني في المتناول بالنسبة لمن راجع دروسه، لكن فقط في أسئلة تحتاج إلى نوع من التركيز، ثم في أسئلة اللي يمكن نقوله غير مباشرة، يعني خص تكون فاهم شوية باش تربط بين ما رأيته، وإلا فكما رأينا فالمسألة ليست بالصعبة. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.